خصوها يعني من الأولى الأخيرة الأولوية لمناطق الضل عبر الإقليم الولاية. ولما نتكلم على مناطق الضل هو لو كادرومون دي بروجي نتاع المشاريع اللي راهي سواء كانت في طور الإنجاز أو المبرمجة مستقبلا للاستجابة للمتطلبات الأساسية تاع المواطنين، واللي راكم لاحظتوا يعني في كل النقاط يعني أغلبية المشاكل المطروحة ترجع إلى توفير المياه الصالحة للشرب، إلى فك العزلة، إلى تهيئة المدارس، إلى الكهرباء والغاز. هذا تراكم نقص تراكم تاع سنوات عديدة، ولا يمكن في ظرف قصير أن نستجيب بالشبكات التقليدية لكل هذه المتطلبات. ولذا ركزنا على دي بالياتيف دي سوليسيون دو ريشونج، يعني على حلول استدراكية تمبورير يعني مؤقتة للاستفادة لكي يستفيد المواطن من ضرورية الحياة في أقرب وقت. لما نقول حلول مؤقتة لا يعني أننا ما غاديش نقوم بالإنجاز نتاع المشاريع في إطار البرامج العادية نتاع التنمية، سواء كانت في برامج التنمية للبلديات أو البرامج القطاعية، ولكن الشيء اللي يتطلب السرعة ويتطلب أننا نتكفل بالمتطلبات نتاع المواطن ممكن هي حلول اللي ما تخز وقت أكثر من شهرين أو ثلاث شهور على الأكثر، لتزويد المياه صالحة للشرب، تزويد المواطنين بالمياه صالحة للشرب عن طريق السهاريج، إلو فيه سهاريج متوفرة، وما كان سهاريج قادرين أن نوفروا المياه عن طريق تراكتور جرار بسيترنا لسهريج ليمول ليتكفل بالمتطلبات نتاع المواطن. إذا كان ما عندناش الإمكانيات المالية والمادية لإنجاز الطريق لأكبر حطو، يعني في نقطة من النقاط وين 20 سكن يعني فيه مشروع نتاع طريق نتاع 7 ملاير. هاد المشاريع اللي في بعض من الأحيان الدراسة نتاعها غير ناجعة، يمكن أن نستدرك الأمر، أن نفك العزلة عن المواطن بدون تبذير أموال كبيرة كيما هذه. لورسكيل ساجي دو فانتان دو لوجمون، كاين عدة طرق، عدة يعني وسائل لفك العزلة عليهم بدون ما نروح للمشاريع اللي تطلب تكاليف كبيرة. هاد الخرجات تسمح لنا دابور، تسمح لنا أولا أننا نعطي الفرصة للمواطن، هي نوعا ما تخلي المواطن يتنفس، يعني أنه يحط المشاكل، لأن في بعض من لو لاحظتم ولو أنا ما تمشاش مع هذا الطرح، لأن لازم تغيير الذهنيات. الشيء اللي مطلوب حاليا هو تغيير الذهنيات، ماهوش الوالي وحده اللي أراه مسؤول على كل ما يجري في هذه الولاية، في مجال التنمية، في مجال فك العزلة، في مجال تمويل المواطنين بالمياه الصالحة للشرب. كاين قطاعات عدة، كاين قطاع الري، كاين قطاع الأشغال العمومية، كاين قطاع الطاقة، كاين منتخبين، كاين رؤساء بلديات، كاين مجالس بلديات، كاين فروع لبلديات، كاين مدراء تاع مدارس. لا يمكن للوالي أنه يسهر مثلا على توفير يوميا وجبة ساخنة للتلاميذ إلو كان مدير المدرسة ما راهش واقف على هذا المطلب. ما لازمش يعني أننا نفرغ كلش على الوالي، وغير الوالي اللي عنده الصح وغير الوالي اللي عنده لا، لازم كل واحد يقوم بالمهمة نتاعو في الميدان نتاعو. وهذا هو الشيء اللي أرنا نصحو فيه في هذه الخرجات، وكل الأمور راهي تمشي بوتيرة جيدة، خاصة في بعض من القطاعات. لما نلاحظ يعني نسبة الإنجاز فيما يخص الطاقة على مستوى ولاية بسة، سواء تعلق الأمر بالطاقة الكهربائية أو الربط بشبكة الغاز، لما نلاحظ باللي في ظرف قصير
أكثر من 222 مدرسة استفادت بالغاز بروبان بدلا من المازوت اللي كان يعني كان عرضة، كانوا التلاميذ عرضة يعني الدخان تاع المازوت والسلبيات يعني تاع كل، قال راه البلدية وفرت المازوت، قال راه ما وفرتش والتلاميذ كانوا يعانوا. اليوم بقت لنا 46 مدرسة اللي خلال يعني لدوتر شهرين أو ثلاثة المقبلة نتكفلوا بها في إطار برامج 2021، ونتهناو نهائيا على مستوى أكثر من 400 مدرسة الموجودة على مستوى الولاية اللي تكون كلها مربوطة بغاز المدينة أو غاز البروبان. كذلك نركزوا على استعمال الطاقات المتجددة بدلا من اللي الشبكة التقليدية اللي تطلب أموال كثيرة، اللي تطلب دراسات، اللي تطلب وقت. اليوم لما تكون 4 سكنات ولا 5 سكنات مبعثرة يعني في عبر الريف نتاعنا، انا نقدروا نستعملوا الطاقة الشمسية يعني ليكيد سولير راه متوفرين. اليوم عند خبرة يعني في مجال الطاقة الشمسية، وراكم لاحظتوا يعني الطريق نتاع بولحاف الدير اللي راني لينا فيها كلها راهي بالطاقة الشمسية. علاش ما نعموش هذه الطريقة على مستوى بعض من المداشير؟ ولا كذلك الغاز بروبان كما نستعملوه في المدرسة هي نفس الطريقة، أن نستعملوه في بعض من السكنات بدون ما ندير. هذا هو الأمر اللي رانا نسعاو فيه من أجل دفع أولا عجلة التنمية على مستوى هذه الولاية، وكذلك استجابة لمتطلبات المواطنين. سيد رئيس الجمهورية كاين 52 التزام يعني في إطار الحملة الانتخابية قبل الانتخابات الرئاسية، ونحن نسعى والجاهدين لتنفيذ في الميدان كل ما تعهد به سيد رئيس الجمهورية. اليوم لكن لاحظتوا يعني في عدة نقاط ما كانش إطار تنظيمي اللي يسمح للمواطن التكفل بالمشاكل في إطار منظم، وفي أغلب الأحيان يعني كاين نوع من عدم التنظيم في طرح المشاكل، وهذا ما يقدرش يوصل له. لكن لاحظتوا يعني كانت الرسالة في كل نقاط تتمركز حول تنظيم المواطنين في إطار جمعيات المجتمع المدني، لأن حتى التسهيلات القانونية اليوم راهي متوفرة يعني في أجل لا يتعدى 10 أيام يمكن لمجموعة تاع ناس اللي منظمين مهيكلين أنهم يتوصلوا للقرار الاعتماد نتاع الجمعية، واللي تكون في حد ذاتها شريك للإدارة سواء كان في مجال التنمية أو في مجال الديمقراطية التشاركية. هذا الجانب هو اللي غادي يخلي المواطن يكون فعلا شريك في التنمية نتاع الدوار نتاعو ولا نتاع المسكن نتاعو ولا نتاع القرية نتاعو ولا نتاع البلدية نتاعو في إطار منظم. لأن لكن كل واحد اللي عنده مشكل تاع سكن ريفي، اللي عنده مشكل تاع الابن نتاعو ما استفاد من السكن الاجتماعي، اللي عنده مشكل نتاع انهم ربطوا القريه بالغاز الا هو ما وصلوا الغاز، هذه مشاكل فرديه لا يمكن يعني انها الوالي في الخرجه نتاعو انه يسمع لكل هاد الناس اللي عندهم مشاكل فرديه. لما يكون المشكل جماعي ويطرح من طرف جمعيه تكون استجابة ويكون الحل للمشكل في ظرف قصير. ونعرف يعني عموما ان منطقة الريف هي اللي تمول المدينة سواء كان في المواد الفلاحية او في المواد. هذا ما يسمى بالاقتصاد العائلي يعني الايكونومي فاميليا. احنا جهلنا هذا الامر وكل الناس حبت اليوم تسكن في المدينة. علاش حنا كما لاحظتم الخراجات نتاعي راهي كلها في الوسط الريفي، راهي كلها اولا لتشجيع السكان اللي راهم في الريف انهم يبقوا في المكان نتاعهم، يستقروا في المكان نتاعهم مع توفير لهم كل ظروف المعيشه الكريمه.
مياه صالحة للشرب، فك العزلة، الصحة، التربية، يعني كل ضروريات الحياة. يبقى في الجانب الاقتصادي يساعدوهم في إطار خلق مؤسسات صغيرة عن طريق الأبناء تاعهم، عن طريق الأسر تاعهم. يعني كاين دول متطورة مرتكزة على الاقتصاد العائلي. كان لاحظتوا يعني قرية كانت مهجورة في خلال العشرية السوداء، راهي طريق 7 ملايير و100 مليون باش وصلنا لها طريق باش نخلقوا خميسية، باش نخلقوا فيها ظروف الحياة باش الناس اللي هاجرتها ترجع للسكنات نتاعها وتطور الاقتصاد نتاع اللي كانت تخدم فيه، لان اليوم كل الظروف راهي مواتية اللي يسقروا في السكنات نتاعهم وما يكونوش في ظروف صعبة. بالك حسب اللي أرى عايش في المدينة هو مسكين، أرى بالك في ظروف أصعب وأقصى من السكن نتاع من المواطنين ومن سكان ولاية تبسة اللي استفدوا من السكنات الريفية أن ينجزوا سكنات اللي راهي عندنا. عندنا حاليا أكثر من 1500 سكن لم ينجز بعد في إطار السكن الريفي، فيه تعليمات صارمة من طرف السلطات العليا. لا يمكن طلب ببرنامج إضافي، يقول كان البرنامج اللي أرى عندنا ما نجزناش، يقول نقول لك أكثر من 1500 سكن لم ينجز بعد، يعني وزير السكن بأي صفة أنه يضيف لنا ولا نطلبه من إحنا؟ إحنا إحنا في حد ذاتنا نحشمه أننا نطلبه، لأننا عندنا وما بنيناش. يعني كيفاش يمكن أن نطلب حصة إضافية للسكن الريفي؟ على الأقل أنهم لأنه اللي كان فعلا في حاجة إلى سكن واستفاد من السكن هذا يبنيه باش يسكن فيه. هذا هو الدليل باللي أراه هو في حاجة إلى سكن. مثل كل ولايات على مستوى الوطن على أتم الاستعداد للانطلاق في عمل التلقيح إذا كان الأمر يتقرر بلي نبداو غدوة نحن على استعداد للانطلاق في هذه العملية تاع التلقيح اللي هي إن شاء الله تسمح لنا. والتلقيح راه ماهوش الدواء، باش أعطيتهم الفرصة باش نركز يعني على هذه النقطة، أننا نبقاو في احترام البروتوكول الصحي، نبقاو في احترام وضع الكمامات، نبقاو في احترام المسافة الوقائية، يعني لا ديستانسياسيون للبيرسون، التباعد الجسدي، نبقاو محترمين كذلك يعني غسل اليدين بالجل الهيدرو الكحولي. كل هذه الامور هي اللي تسمح لنا باش نقضوا على هذا الوباء اللي اراه لاحظتوا يعني جميعا على مستوى عالمي المآثر تاعو سلبيه وسلبيه بزاف. بالتلقيح ان شاء الله يكون نوعا ما اننا درنا خطوه ايجابيه في اطار مكافحه هذا الوباء والرجوع الامور الى مجالها العادي والطبيعي. شكرا سيدي.